الو، معاكي السلام سامع. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي حلم ان انا حلمت ان انا في بيت جدي وبنحضر المناسبه، وكان بنت عمتي جايبه لي فستان الخطوبه وهو لون السماوي وقطعتين، قطعه قصيره واللي فوقيها طويله. تمام. بس قلت لها لا انا مش عايزه ليده، انا عايزه عايزه زي الفستان بتاع خالتي. انت بتقولي لها ايه؟ انت بتقولي لها مش عايزه ايه؟ بقول لها انا مش عايزه الفستان دي بتاع الخطوبه دي، انا عايزه الفستان شبه بتاع خالتي بتاع الخطوبه بتاعتها. تمام. وامي قالت لي طب ما هو حلو، قلت لها لا انا عايزه بتاع خالتي. لاحظت قالت لي ماشي هنجيب لك واحد زيه. تمام. وبعدين زي ما قلت انا بوزع رحت الفرح بتاعي ورحت بيت حد اعرفه وطلعت السلم من الاول كان واسع، لكن في النص كده بقى ضيق، وبعد كده ارفع تاني السلم، وبعد كده بقول له وانا لسه لسه اللفه الطويله دي رحت قلت في شباك هعدي منه، وبعد كده بعد ما عرفتش اعدي من الشباك لقيت ان اصلا الباب سهل ومفتوح وعديت من الشباك دي ده زي ما كنت حد كان قاعد بيذاكر، وبقول له انت صاحبه اسمك اكتر مني. بعد كده قال لي لا ده وخليته هو كاتب في ورقه اسمي وبعد كده اسم صاحبتي ولا انت اولى. بس يا ناديه، يا ناديه سامعاني؟ ايوه سامع حضرتك. انت تقدم لك عريس، انت طبعا انسه صح؟ ايوه. اتقدم لك عريس وما عجبكيش وما كنتش عايزاه وراح؟ ايوه. كان الكلام ده قريب؟ ايوه لسه من قبل رمضان. قولي الحمد لله وقولي لابوك ولامك الحمد لله ان هو مشي لانه ما كانش مناسب ليكي، تمام كده؟ طيب يلا استبشري بقى بالخير ان في حد جاي حلو وجميل جدا وهيفرحك، بس انت ليكي مواصفات في العريس اللي عايز اللي انت عايز تتجوزيه، صح كده؟ طيب شكرا على الاتصال. طيب الاخت الكريمه كان لها عريس تقدم لها وما حصلش نصيب، وانا بقول لها الحمد لله رب العالمين بالرغم ان هو ممكن كان يبقى شكله جميل حالته الماديه متيسره، بس لا ما كانش كامل، كان ممكن يتعبها في حياتها الزوجيه وكان يحصل حاجات تانية، ولكن هي شكلها بتفكر في عريس تاني فارس احلامها يكون حاجه حلوه لها اختيارات معينه، ولكن انا عايز انبهك الامر ده مشي هيجي لك فعلا شخص كويس جدا وربنا هيفك عليكي، وفكرك اللي انت بتفكريه او تعبك وارهاقك واللي انت بتفكري فيه جامد قوي، لا ما تتعبيش نفسك، ما تتعبيش نفسك بنفسك، خليك في جنب كده لغايه ما ربنا يبعت لك الخير وهيبعته لك. بس على فكره عايز اقول لك على حاجه، ما فيش حد بياخد كل حاجه. هيجي لك حد كويس بس مش هيكون في الفكر قوي اللي انت بتفكري فيه، والله اعلى واعلم، ابشري خير.